أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية منظومة الري الحديث لترشيد استخدامات مياه الزراعة للوفاء باحتياجات مياه الشرب والقطاعات التنموية المختلفة. وخلال اجتماعه مع وزير الموارد المائية والري، أكد رئيس الوزراء أن هناك نحو 1 مليون فدان يتم ريها بنظام الري الحديث. من جانبه، أكد الوزير أن حجم الموارد المائية العذبة المتاحة سنويا تبلغ حوالي 60 مليار متر مكعب سنويا، بينما تبلغ كمية الاستخدامات المائية لمختلف القطاعات بالدولة حوالي 80 مليار متر مكعب سنويا. أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن القوات المسلحة شهدت خلال الفترة الماضية قفزات غير مسبوقة نحو تطوير نظم التدريب والتسليح بكافة التشكيلات والأفرع الرئيسية لدعم قدراتها القتالية وفقا لخطط علمية دقيقة لمجابهة كافة التحديات والتهديدات التي قد تواجه أمن مصر القومي. خلال متابعته إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية والفنية لإحدى تشكيلات المشاة الميكانيكي بالمنطقة المركزية العسكرية بعد تطويرها وفقا لأحدث النظم القتالية، طالب القائد العام رجال القوات المسلحة بأن يكونوا قدوة في الانضباط والتفاني في أداء مهامهم وما يتطلبه من يقظة كاملة واستعداد تام. كما طالبهم بالحفاظ على روحهم المعنوية العالية وضرورة الاهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد القتالي من أجل حماية حدود مصر على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. واصلت عناصر من القوات المسلحة المصرية والأردنية تنفيذ فعاليات التدريب المشترك العقبة 5 بمشاركة عناصر من القوات البرية والبحرية وعناصر من القوات الخاصة لكلا البلدين، وتجرى فعاليات التدريب بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية. واصلت عناصر من القوات المسلحة المصرية والأردنية تنفيذ فعاليات التدريب المشترك العقبة 5 بمشاركة عناصر من القوات البرية والبحرية وعناصر من القوات الخاصة لكلا البلدين، والذي تجرى فعالياته بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية. يأتي التدريب ضمن الخطة السنوية للتدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة. تضمن التدريب عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم التدريبية وتنسيق الجهود وتحقيق الدمج والتعارف بين القوات المشاركة من الجانبين، كما تم تنفيذ عدد من الطوابير التكتيكية والرمايات التقليدية وغير التقليدية باستخدام الذخيرة الحية من أوضاع الرمي المختلفة. كما نفذت عناصر قوات الصاعقة المصرية والقوات الخاصة الأردنية تدريبات مشتركة على اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة وتحرير الرهائن ومقاومة العناصر الإرهابية. ونفذت عناصر من قوات المظلات عددا من القفزات التدريبية المشتركة لصقل مهارات العناصر المشاركة وتوحيد المفاهيم العملياتية. كما نفذت عناصر القوات الخاصة البحرية التدريب على أعمال الغطس الهجومي والدفاعي وتنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية من أوضاع الرمي المختلفة. ظهر خلال التدريبات مدى ما تتمتع به العناصر المشاركة من قدرة واحترافية عالية في تنفيذ المهام، بما يعكس ما تمتلكه القوات المسلحة لكلا الجانبين من إمكانيات بشرية وفنية واستعداد قتالي وقدرة على العمل المشترك لدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.